مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا في لقائنا المتجدد مع برنامج شؤون عربيه ومقاربتنا بالتاكيد من ملف عربي ساخن جدا، التطورات في سوريا وتحديدا التطورات المتسارعه في إدلب بشمال غرب سوريا وكيف تلقي بظلال ليس فقط على المشهد السوري ولكن على المشهد العربي والإقليمي والدولي بشكل عام. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية وهذه الحلقة دكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي ورئيس التيار العربي المستقل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني بالتأكيد في كتير من المعطيات في شأن السوري والدور التركي بالتأكيد تقدر الإشارة إليه. نتعرف على المزيد بشكل سريع في التقرير التالي ونعود لحضراتكم من جديد لرؤية تحليلية أكبر. تحول استراتيجي ميداني شهدته الحرب في سوريا لعله الأهم منذ بداية الصراع قبل نحو 9 سنوات إثر التقدم العسكري الذي أحرزته القوات السورية المدعومة من روسيا على صعيد معركة استعادة إدلب آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة. الجيش السوري تمكن من تحرير عدة قرى بريف حلب الجنوبي الغربي وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة مع إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معه. في غضون ذلك بدأ الجيش السوري في إزالة السواتر الترابية على الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب بعد سيطرته الكاملة عليه وذلك لأول مرة منذ أكثر من 7 أعوام. وينظر لاستعادة الحكومة السيطرة على الطريق الرابط بين أكبر مدينتين سوريتين على أنها أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي بدأت في مطلع ديسمبر الماضي في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة. كانت إعادة فتح الطريق السريع جزءا من اتفاق أبرمته روسيا وتركيا عام 2018 بهدف إحلال الاستقرار في منطقة إدلب، حيث أقام الجيش التركي 12 نقطة مراقبة، لكن العملية العسكرية للقوات الحكومية السورية في إدلب والتي قتل خلالها 13 جنديا تركيا خلال الأسبوعين الماضيين عرقلت التعاون الهش بين أنقرة وموسكو. التطورات العسكرية على أرض إدلب والاشتباك المباشر بين الجيشين السوري والتركي أديا إلى خلق واقع سياسي وميداني جديد، كما نقل المواجهة لتصبح مباشرة بين دمشق وأنقرة لأول مرة وليس حربا بالوكالة كما ظلت لسنوات بين القوات السورية الحكومية وقوات المعارضة المدعومة من تركيا. ويرى مراقبون أن خسارة معركة إدلب بالنسبة لتركيا تقوض دور إردوغان في سوريا تماما، كما أنها ستنال من وزنه في أي تسوية محتملة للأزمة السورية. تحية بضيفي الدكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي ورئيس التيار العربي المستقل. أهلا بحضرتك مرة ثانية. لنبدأ بما انتهى به التقرير تبعناه، ما يرتئي المراقبون بأن خسارة معركة إدلب بالنسبة لتركيا تقوي دور أنقرة في أي تسوية محتملة للأزمة، إلى أي مدى يعني تتشاركون في نفس هذه التوقعات مع المحللين؟ بداية مساء الخير وأهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين. يعني هو واضح من البداية، يعني كان يعني تغول الأدوار الإقليمية بشكل عام، يعني سواء إيران إلى جنب النظام وسواء تركيا إلى جانب المعارضة، يعني ما حول سوريا إلى رقعة شطرنج يعني للقوى الإقليمية. يعني يعود ذلك طبعا بسبب أدوات الصراع التي استعملتها يعني الدولتين، يعني للأسف وأطال من أمد الصراع السوري بما لا يتناسب مع بنية المجتمع السوري. يعني الإيرانيين دخلوا على سبيل المثال يرفعون رايات طائفية، وأيضا أردوغان بدأ بتطييف الحالة السورية ودعم الحركات الجهادية والإسلاموية، وعلى الصعيد السياسي أيضا تبنى في المعارضة السورية يعني بحيث هيمن الأخوان المسلمين على المعارضة السورية. وأنت تعرفي هذه المشاريع هي مشاريع عابرة الحدود والوطنية يعني، وهذا ما أدى إلى تعقيد الصراع. يعني مرت هذه المرحلة أخذت حتى عام 2017 عندما عقد
اتفاقيات استانا ومثل ما سوتشي وتحول الاعداء الذين يعني دفع بسببهم السوريون دمار وتشريد واصبحوا الى حلفاء ضروره او حلفاء ضروره يعني، واصبحوا هم الضامنين نعم، واصبحوا يسمون الضامنين الثلاثه تركيا روسيا ايران. المشكلة اليوم أنا أراها إيه السبب في ده من وجهة نظر حضرتك؟ هل هو فراغ تركته الأطراف اللي كان المفروض أن هي تبقى حاضرة بقوة في هذا الملف، أم هي مصالح لهذه الدول المتدخلة، أم توازنات قوة، أم خليط؟ لا هو ده. أنا قلت لك يعني السبب أنه يعني على سبيل المثال أنت تسأليني دور الأطراف الأخرى يعني مثل الدور العربي يعني الإشكالية أنه يعني الدور العربي كان يعني وهي رؤية مصر يعني هو الحفاظ على بنية الدولة السورية يعني. أدوات الصراع التي تملكها تركيا وإيران لا تمتلكها يعني على سبيل المثال مصر أو تمتلكها الدول العربية الأخرى يعني، لأنه أدوات الصراع يعني هي حولت الأرض السورية كما قلت لك على ساحة قتال يعني الإرهابيين والتسلح و الطائفيه، هذا يعني هذه كانت ادوات الصراع يعني التي اعطت لتركيا هذا الدور يعني. هو ده الفرق بين دول او اطراف يهمها بحق الشأن السوري طبعًا وسلامه الاراضي السوريه طبعًا والامن القومي السوري ودول اخرى تسعى لايجاد مواطئ قدم لها ايوه وتحقيق مصالحها. لذلك يعني فتحت الحدود، نحن تفصلنا عن تركيا 900 كيلومتر تقريبا وفتح الحدود، من اين جاءوا هؤلاء الارهابيون، من اين جاء داعش، من اين جاءوا كل هؤلاء المقاتلين الاجانب، من اكيد لم ينزلوا بالباراشوت يعني واضح. بعد هذا الاتفاق يعني اصبح تحولت مساله يعني تبادل المصالح بين روسيا وتركيا بقضايا اقتصاديه منها خط السيل التركي ومسائل تتعلق بالاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين، بحيث اصبحت سوريا يعني التفاهمات بالمفرق يعني دفعه. لذلك انا ارى بان حتى هذا التصعيد الذي وصل إلى مرحلة الالتحام المباشر بين تركيا والقوات السورية يعني أيضا في إطار الضغط يعني استعمال ثنائية القوة والدبلوماسية حتى يصل الطرفين التركي والروسي إلى تفاهمات جديدة ربما في مناطق أخرى، خصوصا وأن الآن سبب الخلاف يعني هو واضح يعني اتفاق سوتشي 2017 وقبله اتفاق أستانا، منذ أن بدأت جولات أستانا 13 هو كان بالأساس أنه مناطق هبط التصعيد والتي منها أدلب لا تستثني. هل في نفس السياق تقرؤون زيارة الوفد التركي يوم الاثنين القادم؟ زيارة الوفد التركي إلى روسيا نعم، كانوا موجودين أيضا، هم عقدوا اجتماع يعني لماذا أنا قلت لك هو ضغط نوع من استعمال القوة من أجل تحقيق منجز دبلوماسي يعني طبعا على حساب السوريين. ذلك فيما يتعلق بالمنجزات الدبلوماسية، ماذا عن الجولات اللي حققها الجيش الوطني السوري؟ كثير من الأمثلة ربما منها أو آخرها هو فتح الطريق الذي كان مغلقا لسنوات، يعني كيف تتوقفون عند هذه الدلالات، وهل هي ممكن تكون بشكل أو بآخر انفراجة يتم البناء عليها بخطوات أخرى أم لا؟ هو بالتأكيد شوفي يعني هو بالأساس يعني التقدم اللي يعني اللي أحرزه مؤخرا يعني النظام السوري هو كان له أسباب، منها أنه روسيا أيدت ذلك يعني، بس بصراحة نحن لا نؤيد بأن تكون بهذه الطريقة، يجب أن تكون نحن لا نتحدث إلا عن عملية سياسية بسوريا، غير مستعدين يعني. أنا لا أقبل بأن يدفع السوريون يعني المدنيين السوريين ثمن ما يجري الآن بصراحة. اليوم 100,000 نازح في العراء بالبرد، اليوم الأطفال السوريين بصراحة اليوم بالمئات عم يموتوا من البرد بسبب عدم لا قدرتهم عبور الحدود إلى تركيا، ولا يوجد حتى مخيمات، والآن تمر المنطقة يعني بحالات من الأحوال الجوية صعبة جدا، ونحن متابعين الأرقام 100,000 نازح ومئات الأطفال ماتوا بردا. إذن يعني احنا انا بالنسبه لي لا اعتبره يعني انتصار، وده يعيدنا الى الاهداف الحقيقيه أنا من العمليه أيوة التركيه لذلك يجب ان يكون اتفاق حقيقي بصراحه بين الدوله. تركيا لم تلتزم، دعنا نعود للاساس نعم، لماذا احنا دائما نؤيد عمليه سياسيه؟ تركيا الخلاف بين تركيا وروسيا سببه ان تركيا لم تلتزم باتفاق استانا وسوتشي الذي
وعدت من خلاله تركيا روسيا بأن تقوم بتفكيك جبهة النصرة. الأطراف الأممية أيدت الحل السياسي لهذه الأزمة، وكان منها يعني الموقف في تركيا كان يسير على نفس المنوال، فكرة تغليب الحل السياسي في التعاطي مع هذه الأزمة. لا، تركيا أبدا لم تسير على الأقل هذا هو المعلن. لا لا، ولا بالحل السياسي أبدا، هي تدعي ذلك يعني هي تدعي ذلك. لذلك حتى هذه اللحظة يعني أردوغان الآن عندما يتحدث عن حشود وقوات تركيا وأنه والتصريحات الأخيرة لرئيس حزب الشعوب بأنه سندخل دمشق، هذا كلها من لماذا باب وافقت إذن على ما خرجت به محادثات سوتشي وأيضا على برلين كيعني ربما يعني مرجعية للتعاطي مع ما وصلت إليه الأمور في سوريا أو في إدلب؟ هو أساس الاتفاق، أنا يعني قدمت وسألتيني سؤال آخر، أنه أساس الاتفاق هو تفكيك جبهة النصرة، أنه تركيا بالأساس يعني أين دور الأمم المتحدة وأين دور مجلس الأمن؟ مجلس الأمن الدولي صنف هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة جماعات إرهابية، ومقاتلة الجماعات الإرهابية في القانون الدولي يسموها يعني قواعد آمرة يعني جيزكوجن يعني قواعد، يعني يجب كل الدول تتعاون في القضاء على الإرهاب. مع ذلك يعني واقعية العلاقات الدولية، واقع الحرب يعني جعل الأمور يعني لم يعد دور سواء المبعوث الأممي وسواء الأمم المتحدة وكل اجتماعات مجلس الأمن لم تقدم للسوريين شيئا. لذلك لم تنتزم يعني بسبب هذا التصعيد الأخير، سببه إنه حتى هذه اللحظة ورقة جبهة النصر التي تصنف جبهة منظمة إرهابية أو ما يسمى سميت بهيئة تحرير الشام، أزالت لم تلتزم تركيا بتفكيك جبهة النصر. لو نجحت تركيا وبتفكيك جبهة النصر لا يعني أصبح هناك دفع بالعملية السياسية. ماذا تريد تركيا؟ السؤال، لماذا لم تلتزم بتفكيك جبهة النصر؟ ما زالت تركيا تحاول بصراحة يعني أن تبيع أي شبر بسوريا بالمفرق. هل سؤال أيضا يطرح نفسه بقوة، هل تركيا هي المحرك الرئيسي لهذه العمليات الإرهابية أم على العكس تركيا هي مجرد أصابع تحركها أطراف أخرى ليست هي الجسد الأكبر؟ لا لا، هي الفاعل، هي الفاعل الأساس في الصراع السوري. هي لديها مشروع يعني سواء على الصعيد العسكري أن تمتلك الفصائل، هي يعني تأتمر بها الفصائل العسكرية وتأتمر بها أيضا كما قلنا جبهة النصرة، هذا على الصعيد العسكري. وعلى الصعيد السياسي هي تهيمن بصراحة يعني تهيمن بشكل كامل على المعارضة السورية يعني هي التي شكلت اللجنة الدستورية يعني باقي المنصات، ولا هذا كله يعني عملية تجميلية أعداد بسيطة يعني. هل التهديدات الأخيرة لتركيا أو لرجب طيب أردوغان تعكس النوايا الحقيقية أم أنها مجرد مناورات؟ أشير تحديدا إلى تهديد أنقرة بشأن هجوم على الجيش السوري في نهاية فبراير ما لم تنسحب القوات خلف مواقع المراقبة التركية في أدلب، هل يبدو ذلك ممكنا أم أنه مجرد لا أعتقد هو استثمار للتصريحات فقط؟ لا، هي طريقة أردوغان بالتصعيد يعني بصراحة حتى يصل إلى مكاسب أخرى. هو أنا أعتقد بالنهاية أدلب يعني هي ستنتهي يعني بكل الأحوال، يعني ما في عملية سياسية، من الصعب أن تبدأ عملية سياسية إذا لم تتوقف جميع العمليات العسكرية. لا عملية سياسية قبل وقف إطلاق النار قولا واحدا، لا عملية سياسية قبل ما أن تكون سيطرة كاملة يعني أن تكون السيادة السورية على أقل تقدير كاملة حتى نبدأ بعملية سياسية. ولكن أردوغان حتى هذه اللحظة يحاول أن يستفيد من أدلب أيضا، هو طريقته من بداية الأزمة السورية الاستثمار بها بدءا من اللاجئين وغيره، والضغط على أوروبا بملف دخول الاتحاد الأوروبي، وأيضا الاستثمار مع روسيا بخط السيل التركي تبع الغاز، والآن يحاول أيضا بعض الأمور أن يستفيد أن يحيل الملف بالاستفادة في شمال شرق سوريا ومسألته مع حزب العمال الكردستاني. هل ممكن يعني أرجع لبداية حديث حضرتك، من كانوا أعداء في الماضي وأصبحوا حلفاء حاليا، هل يستمر المشهد كما هو أم يمكن أن تتدخل معطيات تغير مسار الأمور من جديد؟ لنأخذ على سبيل المثال النقاط الخلافية بين رؤية موسكو وأنقرة، وكيف يمكن لذلك أن يرشح لاختلافات في وجهات النظر تغير في المواقف لهذه الأطراف المتحالفة في هذه المرحلة اللي ممكن يتغير بالنسبة لها سيناريوهات القادمة؟ هي معروفة السياسة يعني رمال متحركة يعني ما في شيء ثابت يعني بالتأكيد يعني، يعني المفاوضات لم تتوقف يعني
ولكن هي مسألة أصبحت مسألة كسر عظم يعني بصراحة. يعني أنا أستطيع أقول لك أهم تحالف أفرزته الأزمة السورية هو تحالف ثلاثي أستانة. الآن ثلاثي أستانة يختلف فيما بينه. إذا عدنا على الداخل السوري حتى هناك خلاف بين روسيا وتركيا بالتأكيد، هذا الخلاف الذي يحدث الآن. تركيا روسيا لديها وجهة نظر تتعلق بروسيا، ترى بأنه بسط الحكومة السورية على كامل التراب السوري حتى تبدأ عملية سياسية. ماذا عن الولايات المتحدة دكتور محمد؟ الطرف اللدود في علاقته على دوام مع روسيا، يعني فكرة دخول واشنطن على الخط وتصريح مسؤولة في المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن على التوتر بين تركيا وروسيا دفع أنقرة للقفز يعني بالغرب وخصوصا مع الولايات المتحدة، يعني نعود من جديد، هل هو هدف حقيقي أم مناورة سياسية؟ كيف تقرؤون الموقف الأمريكي أيضا؟ يعني الموقف الأمريكي واضح منذ البداية، يعني منذ الحملة الانتخابية لترامب يعني كانت واضحة، لم يتحدث ولم يذكر كلمة سوريا، تحدث عن تنظيم الدولة الإسلامية داعش، تحدث عن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش والقضاء على داعش. الآن هو موجود ضمن عملية، والولايات المتحدة الأمريكية تدخلت ضمن هذا الإطار في القضاء على تنظيم الدولة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هو الوجود الإيراني، هذا معروف. لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وقف مشروع الإيراني، يعني ما نسميه الكوريدور الإيراني الممتد من طهران مرورا بسوريا فالمتوسط في الضاحية الجنوبية. يعني هذا الهم الأمريكي، لديها نقطتين، تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات الإيرانية أو الوجود الإيراني في سوريا. بصراحة الميليشيات الإيرانية يعني لا تفترق دورها عن دور الفصائل الجهادية التي تدعمها تركيا. يعني نحن السوريون ضحية التغول الإقليمي لهاتين الدولتين، وأكبر إشكالية تعارض الملف السوري وتعيق أو تمنع من إحداث اختراق حقيقي بالعملية السياسية أنه هاتين الدولتين ما زالتا تستحوذان على الملف السوري. نعم. روسيا هذه مسألة يعني دولية، هي تحاول أن تدافع عن آخر موطئ قدم لها في المياه الدافئة، يعني وهي لا تهدد بنية المجتمع السوري بصراحة، يعني خلينا ولكن المشروع الإيراني على الأرض الآن تحاول تركيا تعمل الدولتين سواء تركيا أو إيران. يعني إيران في غرب الفرات تغيير ديموغرافي وعمليات تشييع وعسكرة، والميليشيات الإيرانية يعني حتى في مناطق كثيرة فارغة من أهلها يعني في غرب الفرات بسبب وجود الميليشيات الإيرانية. يقابله أيضا مشروع المجال الحيوي التركي. مشروع المجال الحيوي التركي بصراحة يسير على قدم وساق وقطع شوط، يعني إذا لم ننقذ سوريا بعملية سياسية حقيقية، أنا أقول لك وأنا ابن المنطقة وابن سوريا، المنطقة شمال شرق سوريا بصراحة أو الشمال السوري إذا لم تكن إرادة حقيقية أعتقد بأنها يعني قد تذهب كما ذهبت شمال قبرص. من هذا المنطلق توصيف حضرتك دكتور محمد للمرحلة الحالية، هل نحن بصدد تدويل الأزمة؟ أم نحن إزاء أوراق ضغط تمارس؟ أم تصفية حسابات؟ أم ماذا؟ الأزمة دولت وأقلمت ويعني أخذت ما أخذت من السوريين ما يكفي. اليوم نحن نقارب 10 سنوات يعني، وبعد 10 سنوات لا أعتقد بأنها يعني ستصل أكثر مما وصلت إليه. الآن كل الإشكالية تتعلق بنقطتين في سوريا تحتاج لحل سياسي وتحتاج لتفاهمات. شمال شرق سوريا منطقة النفوذ الأمريكي، وهذه تحتاج إلى توافقات بين روسيا وأمريكا من جهة، وبين مجلس سوريا الديمقراطية والنظام من جهة أخرى، ومسألة أدلب أيضا هي مسألة تتعلق بتفاهمات الدول الثلاثة الضامنة. يعني هذا كل ما بقي من الأزمة السورية، أكثر من ذلك لا تتحمل تدوين. ما الذي سيحصل أكثر ما حصل السوريين؟ يعني اليوم 11,000 لاجئ، بنى تحتية مدمرة، تغيير ديموغرافي في الشمال السوري، عمليات تجنيس على قدم وساق، العلم التركي يرفع، المدارس والجامعات التركية. لأي مدى كل ده ممكن يلقي يا فندم بظلال سلبية على يعني يحدث اختناق في الأفق السياسي، ويعني أن يكون أجواء ربما غير مواتية للانطلاق نحو أفق أرحب بالنسبة للدستور؟ اللجنة الدستورية، نشاط اللجنة الدستورية. هو الإشكالية يعني اللجنة الدستورية هي يعني بكل أغلب يعني حالات الصراع يعني التي مرت فيها تجارب في العالم يعني بحاجة نحن إلى دستور يعني
لأنه الدستور هو بصراحة اللي يرسم شكل الدولة المستقبلية، الدستور هو الذي يؤسس لعقد اجتماعي بين السوريين، ولكن حتى العملية الدستورية للأسف لا زالت يعني مقترنة بالتوجهات يعني الضامنين، يعني ما في اتفاق، يعني على سبيل المثال لا زال ما في رؤية مشتركة يعني بين فكرة الأمم المتحدة والمعارضة، يعني التجاذبات اللي ممكن تفرض نفسها. لا حتى لا ما يعني انا ارى لا زالت العمليه الدستوريه هي عمليه سياسيه يعني، وليست عمليه قانونيه او عمليه وطنيه يعني. يعني الاطراف المتصارعه جمعت مجموعه من الاشخاص، عملت منهم مجموعه سياسيه، ذهبوا يعني، بس عمليه تجميعيه. هو الفكره ان لو كانت معقد. الاطراف بتصب في رافض واحد، ربما كان يكون في تعويلات ان تتجه نحو الافضل، لكن للاسف المتابع لهذه التطورات بيرى الى ان كلا يسير في اتجاه. ما المتوقع في ضوء ذلك؟ يعني متوقع بسوريا يعني كيف يمكن ان يعني يكون في استفاده او في طائل من مثل هذه المحادثات طالما ان كل طرف بيسير في اتجاه؟ لا هو الطائل الحقيقي بصراحه هو واضح عند السوريين، يعني لا زال السوريين يعني لا يوجد عندهم مشروع وطني جامع يعني بصراحه يعني يعني معلش ما في مشروع يمر الا فيه له اشخاصه. احنا مشكله يعني قسم كبير من المعارضه، وهي المعارضه التي تتبع لتركيا لا علاقه لها بسوريا، اغلبيتهم مجنسين. تصوري الى الان يعني اهم شخصيتين بالمعارضه السوريه منهم رئيس يعني هيئة التفاوض والآخر رئيس ائتلاف جنسيتهم تركية يعني، وأحدهم يعني الآن في حزب تركي. إذن المسألة تحتاج إلى أن نعيد هيكلة المعارضة السورية حتى يكون لها رأي ولا تكون تابعة. هي بالنسبة للمعارضة السورية. بالنسبة للجنة الدستورية أيضا يجب أن تخرج من مسألة التجاذبات بين والله أن تسمي تركيا تسمي 50 اسم، وروسيا تسمي كذا اسم، وإيران توافق على هذه، ليست عملية. نحن نحتاج إلى مؤتمر وطني جامع، نحتاج أو إعادة هيكلة المعارضة السورية بحيث يخرج منها يعني مجموعة يعني وطنية ببعد عربي. مؤتمر وطني جامع، ما هي الضمانات هذه المرة لإنجاحه طالما عقدت يعني محادثات ويعني ومنتديات من هذا القبيل لكنها لم تؤتي للأسف بالثمار المرجوة على كافة الأصعدة سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية؟ لا هو شوفي أنا لما أتكلم عن المؤتمرات يعني مؤتمر يعني إلا مثلا في يعني فكرة لي يعني يمكن كنا سمعنا بالإعلام للقاهرة 3 مثلا يعني عندما يتم تجميع طيف وطني واسع، وهذا الضمن القرار 22-54 يعني تجميع أكبر طيف وطني من السوريين يتوافق عليه القيادة العملية السياسية. أنت تستطيع الآن أن تكون هناك معارضة يعني لا تأتمر بتوجهات دول إقليمية على سبيل المثال، على أقل تقدير يعني تكون متوجهة بما يلائم موقع سوريا يعني في بعدها العربي أو أمنها القومي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني تستطيع أن تعيد هيكلة اللجنة الدستورية. اللجنة الدستورية يعني مثلا على سبيل المثال ما جرى ليس له علاقة بأنك تحققي عبور حقيقي للتأسيس لدولة مستقبلية سورية، يعني بحيث تخرج مجموعة من يعني ما جرى هو لم يكن على أساس تأسيس اللجنة الدستورية، يعني هو يجب أن يكون اتفاق على المبادئ العامة بداية، لأنه ضرورة أن نتفق بداية على شكل الدولة وشكل النظام السياسي. وعندما نحدد شكل الدولة وشكل النظام السياسي نستطيع أن نشرع بتحديد شكل الدستور. أما الذهاب بدون أي إجراءات تنفيذية أو كما حصل في اللجنة الدستورية مؤخرا فهو يعني ضرب من يعني اعتقد ضرب من العوده الى مربع المفاوضات العقيمه يعني. والدليل على ذلك انهم ذهبوا الى اللجنه الدستوريه على سبيل المثال مجموعه من توليفه من كما قلت لك من يعني اغلبيتهم ناس ليس لهم علاقه بالدستور على سبيل المثال في داخل المجموعه المصغره، مش مشكله هي. ولكن لو حتى قواعد اجرائيه لم يكن هناك، يعني على سبيل المثال مساله التصويت كانت تفتح باب العرقله، مسألة عدم تحديد سقف زمني كانت تفتح باب للعرقلة.
لذلك هذه العملية أنا أراها غير وطنية. لما تعاد هيكلة المعارضة بأناس يعني يعني لديهم فعلا المشروع الوطني، أنا أتكلم المشروع الوطني للمشروع كله التركي بيصب في الأفق الوطني، يعني يكون في حوار وطني وأن يكون في إعادة هيكلة للمعارضة حتى يعني تحدث الحراك المنشود في هذا الملف، ويعني نشهد يعني تبشيره في الفترة القريبة القادمة. سريعا جدا، ما السيناريو القادم بالنسبة إليكم؟ والله السيناريو القادم يعني احنا اخذت منا الازمة السورية ما اخذت من السوريين، ولم يبقى لنا الا ان نتفائل يعني، يعني ان شاء الله يعني نتمنى بان يكون هناك تفاهمات سياسية ودور عربي كبير واعادة هيكلة لمعارضة وطنية حقيقية، ولم يبقى سوى ان يعني كل هذه بحيث يتحقق اختراق حقيقي بالعملية السياسية. ما عدا ذلك بعتقد الامور الشعب السوري لم يعد يتحمل اكثر من ذلك واي تداعيات اخرى بصراحه، لانه المشروعين تكلمت عنهم انا، مشروع الايراني في غرب الفرات والميليشيات الايرانيه والتشييع اصبحت تهدد بنيه المجتمع السوري بالانقسام، ومشروع المجال الحيوي التركي ايضا اصبح يهدد بتغيير ديموغرافي. اذا لم يكن عمليه سياسيه جاده بحيث تعاد سوريا الى حضنها العربي بصراحه، هناك مقوله تلخص السياسه السوريه تقول بان سوريا قوه مضافه ببعدها العربي وخصما على نفسها اذا عملت منفرده، لذلك لابد من ان تعود يعود الدور العربي وتعود سوريا الى حضنها العربي حتى تأكيد. والا بقيت بصراحه بقيت تتوازعها القوى الاقليميه سواء تركيا او ايران، وبصراحه يعني سوريا يعني هي قلب العروبه يعني، واي اهتزاز في سوريا تبقى دوما أيوة. تبقى دوما، لكن يؤمل ان هي تتخطى الصعاب التي تواجهها حاليا حتى تعود لتسهم بدور فاعل في المنظومه العربيه بشكل عام، لكن تبقى بالتاكيد عضو لا ينسى وعضو دائم في الجسد العربي حتى وان كان واهنا بعض الشيء. انا بشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعه وهذا التحليل في هذا اللقاء، دكتور محمد الشاكر استاذ القانون الدولي ورئيس التيار العربي المستقل، شرفتنا دكتور، شكرا جزيلا لك. ونبقى معكم مشاهدينا الكرام وجولتنا العربية، وأول محطتنا مع ليبيا، حيث قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس وبلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة الليبية، وأضاف أن الحديث عن وقف إطلاق النار والسلام لا يمكن أن يأتي إلا بعد القضاء على الميليشيات المسلحة وطرد المرتزقة من البلاد. وأشار حفتر في خطاب وجهه عبر الهاتف إلى الليبيين الذين خرجوا للتظاهر ضد التدخل التركي في البلد بساحة الكبش وسط مدينة بنغازي إلى أن الجيش أصبح على تخوم قلب العاصمة طرابلس، وأنه في طريقه لتحريرها من المرتزقة الذين أرسلهم رجب طيب أردوغان للقتال مع ميليشيات حكومة الوفاق. انسحب حزب حركة النهضة بشكل مفاجئ اليوم من تشكيلة حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخاخ، وكان من المقرر أن يعلن الفخاخ اليوم في مؤتمر صحفي عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد عدوله عن تقديمها إلى الرئيس قيس سعيد أمس بهدف إجراء المزيد من المشاورات والتدقيق. في ثاني محاولة لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين يجري رئيس الحكومة المكلف مزيدا من المشاورات المستميتة بعد عدوله عن إعلانها في الساعات الأخيرة. إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف أرجع إرجاء الإعلان عن التركيبة الجديدة إلى حرصه الشديد على استكمال المسار الصحيح لتحييد وزارات السيادة في حكومته، مشيرا إلى أنه عدل التركيبة بعد أن وجد الشخصيات المكلفة ليست كلها محايدة. تأجيل الإعلان على الحكومة الجديدة جاء بعد انتقادات وجهتها حركة النهضة للأسماء التي رشحها الفخفاخ ودعته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي وإشراك حزب قلب تونس في الحكومة. المشاورات الأخيرة للفخفاخ كانت قد استثنت كلا من الحزب الثاني من حيث ترتيب الكتل البرلمانية قلب تونس والحزب الدستوري الحر، معللا قراره بأن المسار والأجندة الحزبية لهم لا تتفق مع متطلبات الشعب التونسي ولن تنال ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة التي تقتضي نيل موافقة 109 نواب من إجمالي 217 يتشكل منهم مجلس الشعب.
وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة كما يقر الدستور. تكليف الرئيس التونسي للفخفاخ بتشكيل حكومته جاء عقب فشل الحبيب الجملي مرشح حزب حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية. استعرض رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد برنامج عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان. ويتضمن البرنامج الذي صادق عليه أول أمس المجلس الشعبي والوطني الغرفة السفلى للبرلمان، يتضمن 5 فصول تتناول اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية ويرتكز على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، إضافة إلى الممارسة الكاملة للحقوق والحريات بجانب استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة فضلا عن إنعاش الاقتصاد الجزائري. وآخر محطتنا ومتابعتنا في هذه الحلقة من شؤون عربية حول الحدث الأبرز واللي بالتأكيد بنتابع فعالياته على مدار الأيام القادمة، كذلك مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط مع سكرتير عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عددا من القضايا الإقليمية والدولية لا سيما الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر قدم ستولتنبرغ دعوة لأبو الغيط لزيارة مقر الحلف في بروكسل، وذلك حول دعم القنوات التشاورية والحوارية. وينضم إلينا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف من برلين الدكتور عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية للبرلمان الألماني. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور عبد المسيح. كيف تنظرون إلى دلالات وأهمية هذا الانعقاد لمؤتمر ميونخ للأمن في وقت بالتأكيد مليء بالتحديات المتعاظمة؟ كيف يمكن أن يكون له كلمة ويتم البناء بالتأكيد عليه بكثير من الخطوات لمواجهة التحديات الإقليمية والأزمات التي تواجه منطقة المتوسط والشرق الأوسط؟ لا شك يعني أعتقد أن هذا المؤتمر يأتي فعلا كما تفضلت في مرحلة حساسة جدا على صعيد المنطقة، منطقة الشرق الأوسط أو حتى على صعيد أوروبا والعالم ككل أعتقد، وبالتالي من هنا تأتي ربما سخونة كثير من الملفات المطروحة في هذا المؤتمر. ولكن يعني للأسف شديد رغم أهمية قضية الأمن يعني والتنسيق الدولي بين الأقطاب الكبرى وبين دول العالم بشكل عام فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم العالمي، أعتقد للأسف أن التحديات ربما تكون أكبر بكثير في بعض الأحيان من أن تصل إلى حلول شافية في هكذا مؤتمرات. لذلك نشهد اليوم بشكل أو بآخر ربما يعني اختلافات، ربما أحيانا بعض المواقف المتشنجة وحتى ربما يعني إلى حد ما الصراعية بين الأقطاب. وبالتالي رغم ذلك أعتقد أن أهمية هذا المؤتمر تفرض نفسها على الجميع من خلال الملفات الساخنة والتي تؤرق كل هذه الدول. يعني على ذكر الملفات الساخنة، يعني كيف يمكن لهذا اللقاء الذي يعقد بين الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن يعني تضع هاتان القيادتان أيديهما على كثير من مواطن أداء مما ربما يشكل نقاط انطلاق لتعاطيات غير تقليدية أو احتواء لهذه الملفات أو أبرز الملفات الساخنة؟ طبعا أعتقد أن هذا اللقاء لقاء مهم جدا، خصوصا وأن الجامعة العربية اليوم تحمل أيضا معها إلى هذا المؤتمر قضايا مهمة جدا تحاول بشكل أو بآخر من خلال هذا المؤتمر، إن كان مع اللقاء مع رئيس حلف الأطلسي أو حتى باللقاءات الأخرى مع
الدول الأوروبية وضع حلول على الأقل تخفف من وطأة المشاكل التي تفرز هذه الملفات، كالوضع في ليبيا، كقضايا أخرى حتى في سوريا، في كل هذه المناطق. الجامعة العربية يعني يقع على عاتقها واجبات كثيرة تجاه هذه الدول، وبالتالي أعتقد أن هذا اللقاء لقاء مهم، خصوصا وأن الناتو يعني أو دول الناتو بشكل أو بآخر في المحيط الأوروبي تعتبر بشكل أو بآخر دول مهمة ومؤثرة جدا في الملفات والقضايا الساخنة والمفتوحة في الشرق الأوسط، إن كان كما قلت في ليبيا في أو في سوريا أو حتى في العراق أو في كل هذه المناطق، إضافة إلى التوترات المطروحة حتى في البحر المتوسط حول ما يتعلق بموضوع اكتشافات النفط وخلاف ذلك. هناك قضايا كبيرة جدا، وهذا التنسيق مهم بين الجامعة العربية كراعي وربما يعني كجامع يعني كممثل جامع عن الدول العربية كلها. بالتأكيد مهم جدا استثمار وتعظيم الاستفادة من يعني تشارك الكيانين الجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي في الكثير من التحديات والأولويات كذلك. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية للبرلمان الألماني، جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، كانت هذه المحطة الأخيرة في متابعتنا معاكم في شؤون عربية، وبالتأكيد لقاء يتجدد الأسبوع القادم والمزيد من المقاربات العربية. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.